إطلاق سبوتنيك في مثل هذا اليوم قبل 60 سنة أعلن بداية أجمل تنافس بالتاريخ الإنساني، التنافس لاستكشاف الكون. في مثل هذا اليوم قبل 60 سنة بدأ رسمياً عصر الفضاء. كانت ردة الفعل الأمريكية ما بين الصدمة والخوف، والنتيجة هي إنشاء وكالة ناسا في سنة 58 وإطلاق أقمار اصطناعية أمريكية. أحد هذه الأقمار هو فانغارد، رابع قمر اصطناعي في التاريخ، تم إطلاقه في سنة 58 وما زال إلى اليوم يدور حول الأرض، وهو أقدم قمر اصطناعي ما زال في الفضاء، راح يستمر حسابيا إلى سنة 2198. إنجازات الاتحاد السوفيتي لم تقف عند سبوتنيك. في سنة 59 أرسلت أول مركبة بالتاريخ إلى القمر، هذا أول شيء من صنع البشر يلمس سطح القمر. القمر بعد ما كان مجرد منارة في الليل، مجرد تقويم للشهور، جرم مثل بقية الأجرام السماوية، بعيد المنال عن البشر، خالي تماما من أي بصمة للإنسان، أصبح الوصول إليه من استحالة إلى واقع. وخلال 4 سنوات نجح الاتحاد السوفيتي في بناء مركبة فضائية جاهزة لنقل أول رائد فضاء بالتاريخ. في يوم 12/4/1961 انطلق يوري جاجارين من هذه المنصة ورحل إلى الفضاء، ودار حول الأرض وطاف العالم كامل في رحلة استمرت 1.5 ساعة فقط. وبعد العودة إلى الأرض انفتح الباراشوت وسقط جاجارين وسط هذه المزارع. في هذه النقطة تحديداً عاد جاجارين إلى الأرض، وفي نفس النقطة نجد اليوم تمثال ليوري تكريماً له على إنجازه. تم استقبال جاجارين حول العالم استقبال الأبطال. كان وصول الإنسان إلى الفضاء انتصار جديد للاتحاد السوفيتي وخطوة كبيرة للإنسانية.